مرحبا بكم جميعا. أنت تشاهد الآن كورس جديد يسمى كورس 2021 لتعلم اللغة الإنجليزية. كورس جديد 2021 لتعلم اللغة الإنجليزية. وأنا سأضع هذه المقدمة في معظم فيديوهاتي في هذا الكورس بسبب أن أغلب الطلاب لا يعرفون كيف يصلون للدروس السابقة أو إذا ما فاتتهم بعض الدروس. يا عزيزي، كيف تشاهد الدروس التي فاتتك؟ أو إذا كنت طالب جديد، كيف تجد الدروس السابقة حتى تبدأ معنا من السابق وتواصل معنا الدروس الحالية؟ كل ما عليك فعله هو أن تضغط أسفل الشاشة التي في يديك، سواء بالجوال أو في اللابتوب، على اسم قناتي. إذا ضغطت عليها ستظهر لك في الأعلى ما يسمى قوائم التشغيل. من خلال قوائم التشغيل ستجد مجموعة دروس تم دمجها مع بعض. سأقوم أنا أيضا بتجميع دروس الكورس الجديد، والذي اسمه ستجد اسمه كورس جديد 2021 لتعلم اللغة الإنجليزية. إذا ضغطت على هذه المجموعة من الدروس في المستقبل ستجد أنها ستفتتح لك أو ستظهر لك بالترتيب، يعني من الدرس الأول والثاني والثالث والرابع. هذه طريقة. الطريقة الثانية، تستطيع أنك تكتب في اليوتيوب مباشرة كورس جديد 2021 لتعلم اللغة الإنجليزية مع مراد، وتكتب مثلا الدرس رقم 1، الدرس رقم 2، الدرس رقم 3، وسوف تظهر لك. هذا ما أردت أن أوضح لك إياه. Reading and listening. Hello everybody. Now you will listen to me and repeat. هتسمعني وتكرر. Now we will listen، هنسمعها ونحن نقرأها أمامنا. Then we will listen، وسنستمع لها بدون ما ننظر إلى القطعة. وهذا الهدف منه تطوير الليسنينج عندك، أن تسمع دون أن تشاهد أي كتاب أمامك. فنستمع لها ونشاهدها، then ثم نستمع لها ولا نشاهدها. Repeat، كرر معايا أفضل. My name is Steve. اسمي ستيف. I am American. I am from California. اسمي ستيف، أمريكي من ولاية كاليفورنيا. My name is Linda. I am Korean. I am from Seoul. كوريا من مدينة سول. My name is Jack. I am Italian. I am from Rome. من روما في إيطاليا. My name is Ahmed. I am Egyptian. I am from Cairo. كايرو القاهرة. Egyptian مصري. My name is Sato. I am Japanese. I am from Tokyo. طوكيو في اليابان. سأقرأها بشكل أسرع الآن ثم نخفي الكتابة. My name is Steve. I am American. I am from California. My name is Linda. I am Korean. I am from Seoul. My name is Jack. I am Italian. I am from Rome. My name is Ahmed. I am Egyptian. I am from Cairo. My name is Sato. I am Japanese. I am from Tokyo. Now listen and focus. اسمع وركز وحاول أن تلتقط الكلمات وليس تتبع الكلمات، يعني اسمه وجنسيته ومن أي مدينة. My name is Steve. I am American. I am from California. My name is Linda. I am Korean. I am from Seoul. My name is Jack. I am Italian. I am from Rome. My name is Ahmed. I am Egyptian. I am from Cairo. My name is Sato. I am Japanese. I am from Tokyo.
مرحبا بكم جميعا إلى موضوع جديد، وموضوع اليوم حقيقة جدا مهم. هذا الدرس ركزوا عليه قدر الإمكان لأنه مهم في التحدث وفي اللغة الإنجليزية بشكل عام. موضوع اليوم بيتكلم عن كيف إنك أنت تفهم الأسئلة التي توجه إليك، أو أيضا أنت إذا أردت أن تسأل أحدهم ما هي الكلمة المناسبة التي تبدأ بها سؤالك. ندخل على طول في الدرس. عندي 12 كلمة مهمة جدا قد يسألك بها أحد، أو قد تريد أن تستخدمها أنت للسؤال عن أي شيء. فعندنا الكلمة الأولى what وتعني ماذا، وتستخدم كثير. مثلا what is your name, what is your job، ما هو اسمك، ما هو عملك، واستخدامات كثيرة. المهم أن تعرف أن what تعني ماذا، أو باللغة العامية إيش اسمك، إيش عملك. الكلمة الثانية where وتعني أين. Where فقط تقول where is علي، أين هو علي. Where is the book، أين الكتاب. إذن ممكن تقول what is this، ما هذا. Where is مثلا علي. الكلمة الثالثة when وتعني متى. وقد تقول when is the party، هناك حفلة party، فأنت تريد أن تسأل متى الحفلة. When is the party، when is the party. إذن عندنا what، ماذا، where، أين، when، متى. الكلمة المهمة why، لماذا. Why، لماذا. وقد تسأل أحدهم Why are you، لماذا أنت upset. Upset يعني زعلان. ليش أنت زعلان. Why are you angry، لماذا أنت غضبان. Why are you sad، يعني تستطيع أن تستخدمها في عدة أسئلة. اللي يهمني أن تعرف أن السؤال الذي يوجه إليك قد يكون ماذا، أين، متى، لماذا. السؤال الذي يبدأ بهو غير الذي يبدأ بهاو، وهذه هنا في خربطة عند بعض الطلاب. هو يعني من، فهو ار يو من أنت، لكن هاو ار يو كيف أنت، يعني كيف حالك. فمش معقول يجي واحد يعني يقول لك هو ار يو من أنت، فتتوقع أنه سألك كيف حالك فتقول له fine thank you بخير شكرا، او العكس. يعني قد لا يقول احدهم يسالك يقول لك how are you كيف حالك، فتقول له I am عبد الله، I am مراد. واحد يقول مش فاهم يا استاذ مراد. الفرق بسيط، هنا هو من هو، لكن هنا how اقراها معي. Who are you؟ من تكون أنت؟ How are you؟ كيف تكون أنت؟ يعني كيف حالك؟ وعندنا How many؟ وهذا سؤال مخصص للعدد. أي أحد يسألك يقول لك How many brothers؟ يعني كم الأخوان اللي معك؟ How many sisters؟ كم عندك أخوات؟ How many books؟ How many cars؟ How many؟ كم عدد؟ يعني بيسألك على العدد. إذن هنا ممكن تضع الشيء الذي تسأل How many pins؟ كم عدد الأقلام الموجودة مثلاً on the table. أعيدهم مرة ثانية وأعطيك فرصة أن تحاول أن تقرأهم أنت. الكلمة الأولى ماذا، كيف ترجمها تنطقها. What، صحيح what. وأين. Where ومتى. When ولماذا. Why ومن. Who وكيف. How وكم عدد. How many
How many؟ يبقى معنا How much؟ أعتقد كلكم بتعرفوها، بتروحوا الأسواق بتسألوا على الأسعار، فمعروف How much؟ ممكن إنك أنت فقط How much is the، مثلاً تسأل على الكتاب فتقول How much is the book؟ How much is the car؟ كم سعر السيارة؟ How much is the house؟ كم سعر المنزل؟ How much is the meal؟ كم سعر الوجبة؟ وهكذا. How old؟ من الأسئلة المعروفة للعمر، ومعروف هذا السؤال How old are you؟ كم عمرك؟ يعني أنت احفظه بهذا الشكل How old are you؟ طبعا ممكن يسأل حتى على كم عمر هذا البيت. How old is the house؟ How old is the car؟ كم عمر السيارة؟ كم عمر البيت؟ كم عمر هذا الحيوان؟ How old مخصصة للسؤال عن العمر. How long بتسأل على المدة. أنا بسألك أنت كم المدة التي مكثتها أو قضيتها في الدولة الفلانية، فأقول لك How long did you stay؟ كم جلست في الدولة الفلانية، أو How long will you stay؟ أو كم لك أنت الآن ماكث. How long have you been؟ منذ متى وأنت يعني تنتظرني، أو منذ متى وأنت تشاهد التلفاز، فhow long منذ متى تسأل عن الفترة. What time؟ وهذا سؤال محدد للوقت. أنا بسألك What time؟ متى أريد منك وقت. What time do you get up؟ متى أنت تستيقظ. What time do you get up؟ أو what time do you go to work؟ متى تذهب إلى العمل؟ What time do you sleep؟ متى؟ أنا أريد منك أن تعطيني وقت. آخر سؤال which؟ يعني ما معنى which؟ معناته أيهما؟ أنا الآن أنت طلبت مني أن أعطي لك كتاب، أن أحضر لك كتاب، فأنا أوصل إلى الكتب فأقول لك which book؟ أي كتاب تريد؟ which book؟ أو أنا مثلا أقول لك هل ترى تلك الفتاة أو ذلك الرجل؟ فتقول which man؟ أي رجل؟ which girl؟ أي بنت؟ طب أنت شايف السيارة اللي هناك؟ which car؟ which car؟ أي سيارة؟ which book؟ أي كتاب مثلا؟ do you want؟ أنت تريد؟ إذا أردت أن تكمل السؤال. إذا هذه الكلمات أنت في أمس الحاجة إليها، لأنه ممكن تدخل في حوار مع أي شخص فبيسألك What is this؟ ما هذا؟ What is your name؟ وقد يسألك Where؟ بأين؟ When؟ بمتى؟ Why؟ لماذا أنت متأخر؟ لماذا أنت زعلان؟ Who؟ How؟ من؟ كيف؟ How many؟ كم عدد؟ How much؟ كم سعر؟ How old؟ كم عمر؟ How long؟ كم المدة؟ What time؟ متى الوقت؟ which؟ أيهما أنت تريد، أو أي كتاب، أو أي سيارة أنت تتحدث عن. هذه الكلمات ضروري أن تحفظها وتركز عليها كثير جدا، لأنه حتى في الحوارات عندما تتحدث مع الناس سيكرر هذه الأسئلة بشكل يعني لن تتخيله، تتكرر بشكل كثير جدا، لأنه الوات هذه مش فقط what is your name، what is this، لا لا لا، what is your job، what is your telephone number، what is your mobile number، what is your email. يعني كل سؤال من هذا، من هؤلاء الكلمات ممكن تدخل في عشرات ومئات الأسئلة، فهي مهمة جدا أول شيء أن تعرف أول كلمة. إذا فهمت أول كلمة سهل عليك الباقي، وستعرف عن ماذا يسألوك. أتمنى للجميع أن يكون استفادوا من هذا الفيديو، وشكرا لكم، وإلى لقاء في فيديو قادم. لا تنسوا الاشتراك، ولا تنسوا تشيروا مع زملائكم عشان يوصلهم ويستفيدوا جميعا. شكرا جزيلا، وإلى مقطع جديد. Goodbye. Hello everybody, how are you? I hope you are fine. أتمنى من كل قلبي أن يكون الجميع بأتم الصحة والعافية. Today, اليوم we will study، نحن سوف ندرس how to change، كيف نغير الverb، الفعل to noun، إلى اسم.
هناك طرق متعددة كيف نحول الفعل إلى اسم، وسنبدأ بالطريقة الأولى. طبعا الفعل مثل الفعل read يقرأ، read هذا الفعل read يقرأ، إذا أضفت له er في نهاية الريد تصبح من يقرأ إلى قارئ، read يقرأ، reader قارئ. طيب واحد يقول ما هي فائدة الـ ER؟ يعني ماذا عملت الـ ER؟ الـ ER أكثر وصف أو شرح أستطيع أن يعني أقربه إلى ذهنك أنها تشبه الوظيفة، يعني وظيفة الذي يقرأ قارئ، الذي يكتب write الذي يكتب، عندما تضيف لها ER في الأخير تصبح writer كاتب، إذن وظيفة الذي يكتب كاتب، والذي ينظف clean ينظف، هذا فعل clean. وظيفة الذي ينظف ما هو؟ cleaner أضفنا er في الأخير. طبعا كما تلاحظون أو كما تعرفون أن clean فعل ينظف، فأقول I clean my room، I clean my room، استخدمت الكلين كفعل. لكن cleaner هي اسم، فإذا أردت أن أستخدمها في جملة أقول I am a cleaner، أنا منظف. إذن فرق ما بين الفعل والاسم. write يكتب كما قلنا I write a letter، أنا أكتب رسالة، لكن I am a writer أو أم فيها I am not a writer، I am not a writer. إذن اعرف كيف تحول الكلمة من فعل إلى اسم فقط بإضافة قلنا ماذا الـ ER، فقط حرفين ER إلى الفعل فيصبح اسم. يا أستاذ ضف لنا أكثر مثل أيضا teach، الفعل teach يدرس، عندما تضيف لها er في الأخير وظيفة اللي بيدرس إيش يصبح؟ teacher مدرس. فأنا إذا أردت أن أستخدم كلمة teach في جملة كيف تقولها؟ نحن أو هم يدرسون اللغة الإنجليزية، كيف تقولها؟ they teach English language، they teach English language. طيب وظيفة اللي بيدرس اللغة الإنجليزية إيش يصبح؟ they are teachers، they are teachers، إذن هم مدرسين. إذن نفس الطريقة write read clean، وعلى هذا الحال أفعال كثيرة مثل أيضا exchange يصرف المال، يصرف اللي تروح عند صراف تحول يعني الدولار أو الجنيه المصري أو الريال السعودي إلى دولار فيسموها exchange. وظيفة اللي هو exchange يغير لك المال اسمه exchanger صراف. فلذلك في المحلات عندما تسافر أو في بلدتك تجد دائما فوق محل الصرافين مكتوب exchanger اللي هو صراف يعني محول المال. إذن معناته أيضا كثير من الأفعال تستطيع أن تضيف لها ER كلها يا أستاذ مراد، يعني أغلبها، في بعضها مش بتضيف لها ER، حين تكون OR، ولكن مثل visitor translate يترجم، translator مترجم، أنا I translate أنا أترجم، فأنا I am a translator مترجم. بس في الغالب هي بنضيف الـ ER، الـ OR أحيانا، ولكن
97% هي الـ ER. فلذلك ركز على الـ ER. لكن لو وجدت الـ OR عشان ما تكتب ليش في التعليقات، البعض يكتب دائما الأستاذ مراد مش دائما ER، لأنه في درس سابق أنا أنزلته على الموضوع هذا وسأنزله في الوصف، اللي حاب أنه يشاهد يعني شرح أكثر ووصف وكلمات أكثر وشرح قديم على الصبورة، اللي يحب الكتابة على الصبورة أنا كاتب ومدخلها في جمل موجودة في الوصف. طيب هذه كانت الطريقة الأولى كيف نحول الفعل إلى اسم، اتفقنا؟ write يكتب، writer كاتب، خلاص عرفناها. read يقرأ، reader قارئ. teach يدرس، teacher مدرس. listen يستمع، listen يستمع. listener مستمع، هو وظيفته أنه مستمع. أوكي؟ exchange يصرف، exchanger، وعلى هذا الحال. وقلنا أحياناً تكون OR بدل ER. هذه الطريقة الأولى، حولنا الفعل إلى اسم. هناك طريقة أخرى، بدل ما تضيف للفعل ER ستضيف له ING. الـ ING. طيب أنا اللي أعرفه أستاذ مراد أن الـ ING هذا اللي هو تبع المضارع المستمر Present Continuous. لا لا، ذلك موضوع آخر وهذا موضوع آخر. كيف موضوع آخر وهذا موضوع آخر؟ اسمعني، نفس الأفعال السابقة مثل كلمة write يكتب، عندما تضيف لل write ing، طبعا بالأخير بنضيف دائما، هذه قاعدة معروفة، إذا وجد الـ e في كلمة مثلا write يكتب وأردت أن تضيف ing فتمسح الـ e فتضيف ing فتصبح writing. طيب ما معنى writing؟ معناته أستاذ مراد يكتب، صحيح صحيح، في المضارع المستمر وخاصة إذا جاءت بعد الـ is أو الـ am أو الـ are أو الـ was أو الـ where، صحيح هذا الكلام، تصبح يكتب. he is writing، I am writing، you are writing، I was writing، they were writing، يكتبون، كانوا يكتبون، صحيح. ولكن الموضوع اللي بكلمك عليه اليوم مختلف، هذا الـ ING اللي أنا بكلمك عليه ليس بعد الـ am والـ is والـ are، هذا يأتي بشكل منفرد، يعني لا يوجد قبله am is are. إذا وجدت am is are خلاص اتفق معك، هو مضارع مستمر أو هو فعل مضاف له ING فهو في الاستمرارية. لكن لا، خلونا هنا نركز، أنت عندما تقول تمام I like writing، I like writing، أنا أحب الكتابة، يعني يا أستاذ مراد أنت سهلت لي الـ ER وقلت لي أن الـ ER مثل الوظيفة، اللي بيكتب كاتب، واللي بيدرس مدرس، واللي درايف يسوق درايفر وظيفته أنه سائق، إذن الـ ER مثل الوظيفة، سهل لي الـ ING. الـ ING مثل يعني كما تضيف الألف لام في اللغة العربية للكلمة، أضيف الألف لام كيف مثل إيش يا أستاذ مراد؟ مثل مثلا يكتب الكتابة، الكتابة بشكل عام. read يقرأ، reading القراءة. ها teach يدرس، teacher مدرس، teaching التدريس. أنا أركز معي كذا حبة حبة، أصلها teach يدرس، teacher مدرس وظيفته أنه مدرس، teaching التدريس بشكل عام، التدريس يعني مثلا أحدهم يقول I don't like teaching، غيره يقول I like teaching، شوف أنا ما أحبش التدريس، الثاني يقول لا أنا أحب التدريس. طيب هذه يا أستاذ مراد I like teaching مش نفس هذه؟ لا خلاص، احنا قلنا إذا جاءت بعدها يعني بعد is و am و are ولا what، هذا هو المضارع المستمر اللي بيخربطك. لكن احنا ركز I like teaching، ما فيش is ولا am ولا are، يعني سيب هذا الموضوع على جنب، خلاص اتركه على جنب. طيب أمثلة تعميقية أكثر، مثل قلنا أيضا كلمة read أصلها read يقرأ. طيب قارئ reader. طيب القراءة بشكل عام reading. طيب مراد بس تثبت معايا، read الفعل الطبيعي I read books،
read الفعل الأصلي read يدخل في جملة I read books أنا أقرأ الكتب مية مية that's good. أما reader القارئ فبسيطة جدا I am a good reader أنا قارئ جيد أو I am a reader بدون good يا عمي ما تخربطش على نفسك حبيت تحط الجود I am a reader I am a writer I am a swimmer سباح وعلى هذا الحال طيب وريدينج اللي هي القراءة أحدهم يقول I have a problem I have a problem عندي مشكلة in reading عندي مشكلة في القراءة يا ليت تساعدني please help me I need your help أحتاج مساعدتك ليش I have a problem in reading أنا عندي مشكلة في القراءة أو تستطيع أنك أنت تبدأ الجملة بريدينج يعني مثلا مثل ما نقول في اللغة العربية القراءة صعبة reading is difficult reading is difficult writing is easy أما الكتابة سهل writing is easy طبعا هذا الموضوع جدا مهم وركزوا إن هي حاجات بسيطة بتنضاف للفعل في آخر الفعل سواء الـ-er أو الـ-ing لكن الموضوع يتغير بشكل واضح ويعني كبير يعني أنا أحدهم يقول مثلا أنا بشوف في الكتب هذا الكلام وما كنتش بفهمه يعني ما كنتش أركز عليه ف that's why هذا ليش أنا I'm trying to help you بحاول أساعدك إنه to pay attention ركز على الإضافة الـ-er عشان تحول الفعل إلى اسم إذن معنا طريقتين حتى نحول الفعل إلى اسم إما تضيف للفعل er فتصبح كالوظيفة أو تضيف للفعل ing فتصبح مثل القراءة الكتابة السباحة الاستماع الذي تريد الطباخة cooking يعني هات أي فعل وضيف له ing مثلا clean ينظف cleaning التنظيف يعني أنت الآن خطرت على بالك جملة وتريد أن تقول تنظيف السيارات غالي فتقول مثلا cleaning cars تصبح تنظيف السيارات غالي is expensive cleaning cars is expensive حاب تكمل الجملة in USA أو in Saudi Arabia أو in Egypt اللي يريحك ولكن هي تصبح مثل الاسم التنظيف أو تنظيف السيارات أيضا أحدهم يقول مثلا أريد أن أقول مثلا يا أستاذ مراد جملة أريد أن يعني أكونها في رأسي مثلا أقول مثلا الغسيل اللي هي wash يغسل فتصبح washing طيب أنا أريد يا أستاذ مراد أن أقول العمل يعمل هي work يعمل working العمل تمام إذا واحد يقول مثلا جملة العمل في الليل خطير Working at night is dangerous. Working at night is dangerous. العمل في الليل خطير. وعلى هذا الحال أعتقد أصبحت الصورة واضحة وكما أخبرتكم يوجد في الوصف شرح سابق أنا شرحته مسبقا ممكن يفيدك على الصبورة للي يحبوا شرح الصبورة. إذا كنت جديد معنا في القناة اشترك وذلك عن طريق إنك أيضا تحدد مستواك وادخل إلى أسفل الشاشة تعلم الإنجليزي من مراد اضغط عليها ستجد عندك تنفتح قناتي ادخل على قوائم التشغيل وستجد هناك الدرس المستوى الأول المستوى الثاني إذا أردت أن تدرس الدروس السابقة بشكل متسلسل ومرتب لا تنسى الاشتراك ولا تنسى اللايك Thank you very much Good luck حظا موفقا And see you soon أراكم قريبا أترك لك الصبور على إيه فاضية Hello everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا إلى درس خفيف ولذيذ للطلاب الذين يريدون أن يتحدثوا اللغة الإنجليزية ولا يعرفون يعني بعض الجمل أو العبارات اللي ممكن تساعدهم عندما يكون يعني الوضع مبتدئ جدا عند كثير من الناس.
اليوم هناخد تقريبا 20 جملة بشكل سريع جدا وخفيف، وكل ما أريد منك أن تركز معي. معنا اليوم we have عندنا 20 يعني 20 جملة بشكل سريع جدا. نعم 20 جملة تخيل هتفيدك جدا when you speak English عندما تتحدث اللغة الإنجليزية. طبعا البعض يشاهد هنا خمسة أفعال: go يذهب، cry يبكي cry، sleep ينام، talk يتحدث، lock ينظر. هذه الأفعال أو أي فعل إذا ما وضعته في البداية في بداية الكلام فأنت تأمر الشخص أن يعمل هذا الشيء. فإذا أنا أمرت أحدهم أن يذهب فسأقول له go. ممكن إن أنا أكمل الأمر وأقول له go to the supermarket، اذهب إلى السوبر ماركت. ممكن أضيف كلمة فقط to هنا وأذكر المكان. go to the bathroom، روح الحمام، أنا ماليش داخل بس أنا بأمرك يعني. go to school، اذهب إلى المدرسة. go to work، اذهب إلى العمل. go to your room، اذهب إلى الغرفة. وعلى هذا الحال ونفس الطريقة cry يبكي وسليب. لكن إذا أردت أن أحولها وأجعلها don't، يعني أنا بأمرك أمر بالنفي، فأقول لك don't go، لا تذهب إلى المكان الفلاني. don't cry، لا تبكي. don't sleep، لا تنام. don't talk، لا تتحدث. don't look، لا تنظر. نعيد مع بعض، أحفظكم الآن. هي في الأصل حقيقة يعني أنت تشاهدها 10-20، لكن هنأخذها اليوم تقريبا أكثر من 30 وهوضح لك الآن. إحنا أخذنا أنك بتأمر شخص أن يعمل الشيء، تقوله go cry ابكي sleep نام talk تحدث look انظر. لكن عندما نضع don't يعني لا تذهب. don't go don't cry لا تبكي. don't sleep don't talk don't lock. حاول انك تحفظها مع نفسك، يعني قول go don't go cry don't cry sleep don't sleep talk don't talk lock don't lock لا تنظر. تمام، هذه كانت المجموعة الأولى. احنا ناخذ الموضوع بشكل خفيف وهيساعدك جدا في اللغة الإنجليزية. عندنا البي هذه بمعنى كن، عندما يعني تقول لأحدهم كن مؤدبا، be polite كن صبور يا أخي، كن صبور. be patient نعم patient be patient خليك ذكي أو كن ذكي. be smart be quiet كن هادئا، خليك هادئ. be quiet خليك نشيط. be active طبعا احنا ممكن ان احنا نجعل الموضوع نفس الطريقة هذه طبعا، لكن لا يصلح ان تقول لأحدهم لا تكن مؤدبا، لا تكن صبور، لا تكن، لا، هنأتي بصفات اخرى. يعني مثلا ممكن تقول لأحدهم لا تكن حزين، فنقول مثلا سنضع كلمة ايضا don't هنا. don't be sad don't be angry لا تكن غضبان. don't be afraid لا تكن خائف. don't be shy لا تكن خجول. don't be silly لا تكن savage. وعلى هذا الخارج يعني الحال don't be late لا تكن متأخر. ركزوا انه في الاول اخذنا بي كن مؤدبا كن صبورا كن ذكي كن هادئا كن نشيط، ونحاول نقراها مرة اخرى. بي polite مريض عفوا patient تعني مريض وتعني صبور. وهنا طبعا لن تقول لأحدهم كن مريضا طبعا كن صبور. be patient كن ذكي smart
smart. هادئ quiet. Quiet نشيط active. ثم قلنا don't be الشيء اللي تأمره انه ما يعملش هذا الشيء. Don't be sad. لا تكن حزين. Don't be angry. لا تكن غضبان. Don't be afraid. لا تكن خائفا. Don't be shy. لا تكن خجول. Don't be silly. لا تكن ساذجا. Don't be late. لا تكن متأخرا. وعلى هذا الحال ركزوا نحن يعني أخذين عدد كبير الآن من العبارات بتساعدك جدا وهي بسيطة الحفظ سهلة الحفظ يعني هذه العملية سهلة جدا في الحفظ. Give me هذه من الأوامر اللي أيضا بتأمر أنت. Give me أعطني وغير الكلمة التي تريدها. Give me the book أعطيني الكتاب. Give me the pen أعطيني القلم. Give me the key أعطيني المفتاح. Give me the money أعطيني المال. Give me the gift أعطيني الهدية وغير كما تريد. إنه give me من الكلمات اللي بنحتاجها بشكل كثير جدا. ممكن أنت تنفيها؟ نعم ممكن تضع كلمة don't هنا. Don't give me لا تعطيني الكتاب. Don't هذه عملية بسيطة جدا. من أشهر العبارات أيضا نحتاجها اللي I want أنا أريد تي شاهي. I want coffee أريد قهوة. I want water أريد الماء. I want you أنا أريدك أنت. I want you I want you. I want cheesecake أريد ال cheesecake. طبعا ممكن أيضا ننفيها هنا ولكن لن تكون don't ستكون I don't. I don't want tea. I don't want coffee. طبعا ركزوا معي درس اليوم هو درس بسيط واخترته أنه سهل الحفظ. ناس كثير تريد أن تتعلم اللغة الإنجليزية وتريد جمل بسيطة سهلة الحفظ. إذا ما ركزت معي ستجد أنه go cry بسيطة. don't go don't cry بسيطة. give me أعطيني. don't give me لا تعطيني. be كذا كن كذا. don't be لا تكن كذا. I want كذا. I don't want كذا. العملية بسيطة جدا ولكن النتيجة رائعة. يعني هتخرج أنت تقريبا بهنا مجموعة هنا مجموعة هنا مجموعة هنا مجموعة سواء بالإثبات أو بالنفي فستجد جمل جميلة جدا وعدد رائع وتستطيع أن تضيف أنت كلمات وتجعل العملية أكثر وأكثر. أتمنى أن يكون الفيديو فادكم وأتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك إذا عجبكم الفيديو واحفظوها وحاولوا تستخدموها ولا تنسوا أنه أنا عملت موقع لتدريس عن بعد موجود الرابط تبعه في الوصف أسفل هذا الفيديو أيضا اللي حاب أنه يسجل معايا ويتم التواصل معكم مع طريقة الدعم الفني عشان يبلغوك على الدورات اللي تبدأ عبر الزوم. شكرا جزيلا لكم وقناتي الثانية قمت بدمج دروس كثيرة فيها اللي حاب أنه يشوف دروس المستوى الأول والثاني والثالث والرابع أنا وتوقفت عند المستوى الثامن. شكرا جزيلا. Good luck. حظا وفقا. أنت سيسمعكم قريبا مع سلامة الله.